اعرف اللي ليك واللي عليك. التزامات البنك والمقترب بموجب عقد القرض. في انواع كتيره للقروض البنكيه، واللي ما بينها ثلاث انواع اساسيه: القروض الشخصيه وقروض السيارات وقروض التمويل العقاري. وبتختلف القروض حسب مدتها الزمنيه ما بين طويله الاجل وقصيره الاجل ومتوسطه الاجل. لكن عقد القرض ليه اركان اساسيه والتزامات من قبل البنك والمقترض، علشان كده بتختلف باختلاف نوع التمويل. وبيعرف عقد القرض بانه عقد بيلتزم بموجبه البنك بان يضع تحت تصرف عميله مبلغ معين من النقود خلال فترة معينة عشان يستخدمها في غرض ما، على أن يرد المبلغ للبنك في تاريخ معين مضاف ليه العائد المتفق عليه. وفي أربع التزامات أساسية من قبل البنك بخصوص عقد القرض، أهمها وضع المال المنصوص عليه في عقد القرض تحت تصرف المقترض، وعدم تعطيل أو منع أو تأخير المقترض من استلام المال محل القرض، والالتزام بعدم المطالبة بقيمة القرض إلى انتهاء فترة القرض، وضمان عدم إخفاء عيوب في المال المقترض. أما التزامات المقترض بموجب عقد القرض فيرد المثل، أي قيمة المال اللي اقترضه، بخلاف العوائد ودفع العوائد وفقا لتواريخ استحقاقها وسداد المصروفات ورسوم عقد القرض والضرائب المفروضة بموجب القانون ورسوم الدمغة المقررة والالتزام باستعمال القرض في الغرض اللي منح من أجله.